أكرمك الله بخير الدنيا والآخرة، آمين. بعدها الوعيد لمن لا يعمل عملاً صالحاً. على هذا الموضوع أقدم أمامكم الخطيبة رسمي بنت مولى علي من الصف السادس، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. يا رئيس الفاضل والعلماء العظام والضيوف الكرام والمعلمات العزات والطالبات العزيزات، أنا روشني بنت مولى علي من الصف السادس، أريد أن أكتب أمامكم موضوعي في هذه الحفلة المبرخشة، الوعيد لمن لا يعمل عملا صالحا. أيها المستمعون والمستمعات، يقرر القرآن أن عقاب المعاصي على ما يقترفه من آثام هو النار، وقد أطلق القرآن على النار سبعة أسماء هي جهنم والهاوية والجحيم والسعير والصفر ولظى والحطمة، وأكثر الأسماء شهوءا للنار في القرآن الكريم هي جهنم. وصف الله جهنم في أشرات من الآيات، وصف وقودها ونيرانها، وصف طعامها وشرابها، وصف عذابها بما يدخل الرب في قلوب المجرمين، وبما يقيف كل متكبر جبار أسيم ليرتدي عما هو فيه. وصف عقودها كما قال الله تعالى في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصف نيرانها التي لا تشبع كما قال الله تعالى في سورة القاف، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. ووصف طعام جهنم كما قال الله تعالى في سورة دخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلع الحميم، إلى قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. وثياب الكفار وصفها القرآن كما قال الله تعالى في سورة الحج، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقوله سبحانه وتعالى في وصف جهنم في سورة إبراهيم، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرأه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ. أيها المستمعون والمستمعات، يصوره الله عذاب الآخرة بصورة تقشعر منها الأبدان، فهو عذاب لا تتهيأ
التوفيق، فأهريا بالمؤمن أن يجتنب إلى طاعة أوامر الله واجتناب سخطه. هذا العذاب الذي يصدره الله في هذه الآية، والذي كشف علم الحديث عن سر من أسرارها، وهي قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أيها المستمعون والمستمعات، إن النار كلما أكلت جلودهم بدلهم الله جلودا غيره، والسبب في ذلك أن أعصاب الأمم هي في الطبقة الجلدية، وأما الأنسجة والأجناد والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف. هذا هو العذاب الذي يقاسيه الكافرون والذين يطلبون منه القرود. القلود في النار موقوف على مشية الله تعالى، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: إن النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وخلاصة الكلام: إن العمل السيء سبب داخل في نار جهنم، لذا علينا أن نجتنب بأمل الذي لا يحبه الله ولا يرضى، وأن نعمل بعمل تحصل الجنة من الله إن شاء الله. أخيرا، أدعو الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه الله ويرضاه، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.